النهارده من خلال سيادته كمان احنا مع موده ومع مصر الخير لبرنامج انساني طموح، برنامج انساني طموح في تطوير مراكز شباب وبادئين بمنطقه وسط البلد التونسي. وكمان يعني مصر الخير احنا رمضان وشوفنا فخامه الرئيس وهو بيدق ابواب الخير، بيفتح ابواب الخير في كتف في كتف. ده كمان بيفتح لكل المؤسسات يعني المجتمع المدني وايضا مؤسسات الخير ووزاره الشباب والرياضه. شايفين النهارده الدكتوره مؤمنه وشايفين الدكتوره ايمان وشايفين يعني مؤسسات مع مصر الخير وموده كتيره اللي موجوده عشان تساهم في استمراريه واستدامه الخير. احنا بنتكلم على ليست فكره وتنتهي، هي كيفية الاستدامة. النهاردة وقع اتفاقين كبيرين حول ما سيحدث في رمضان من عطاء، سواء كان في صورة أطعمة أو مساعدات أو غير ذلك، وما سيكون من تطوير لعطاءات مراكز الشباب التي هي معطاءة في حد ذاتها، ولكن مع كثير من التنظيم ومع كثير من التطوير، والتطوير لا يعرف النهاية. دائما كل ما نطور نريد أن نطور مرة أخرى، لأن الزمن لا يستقر وإنما الزمن يعني يجري بنا، فنحاول أن نجري معه. علشان نقدر نعمل حاجة عليها القيمة وعليها استدامة زي ما قال الوزير ما قال، هو إن إحنا نبقى بنشتغل ومش منتظرين بكرة، إحنا هننتظر بكرة وبعده وبعده. فيبقى المجتمع المدني عليه إن هو يخش في هذا العمل ويقتنع به، فيبقى عن قناعة وعن استدامة في نفس الوقت. علشان كده إحنا الحمد لله دخلنا مع مودة، أنا ماسكة لجنة التنمية وعندي مؤسسة، فإذا بدل ما أعمل أنا شغل لوحدي، لا هعمل الشغل ده مع مواد مع وزارة الشباب والرياضة. الشباب هو المستقبل، فأنا لازم أشتغل مع المستقبل، والمستقبل هو اللي هيبني بلد جديدة.